كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر رأس التين بالأسكندرية نظير اليوناني بروكوبوس بافلوبولوس. أعرب السيسي عن تقديره لمواقف اليونان الداعمة لمصر في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبية، مرحبا بالتقدم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية التي وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة على الصعيدين السياسي والعسكري. كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات مثل الطاقة والسياحة والزراعة، كما تم التباحث حول عدد من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.